بالنسبة للجلابة ديال يوميا كيكون عين وعقدة نستق، يعني كيكون خفيفة ظريفة، ولا المرمى بدبيبينة هكذا خفيفة، كتكون شي حاجة فريمون خفيفة ولا شي حاجة هكذا بحال هاد لو ستيل اللي أنا لابسة دابا. كيكون أكثر كيكون إقبال على زواق المعلم، تيكون شي حاجة اللي ما عمرها ما كتدي موضة. بالنسبة كاينين واحد النوع ديال الناس اللي كيبغيو يديروا البيرلاج، بالنسبة لي أنا البيرلاج غير ديال الحضور. بيرلاج كاين كيطلبوا بيرلاج كيكون مناسبه معروضه لختانه اسبوع خطبه، كتكون شي حاجه هكذا بيرلاج. مي جلابه ديال تولي جوغ ديال رمضان كتكون جلابه سامبل طون سور طون، وكتكون شي حاجه هكذا خفيفه ديال تولي جوغ. بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم عراضة، على حسب العراضه نوعيه العراضه. بالنسبه لك كيف مثلا كانت معروضه لشي خطبه تكون لابسه شي قفيطين زويون هكذا، ولا دابا ديك الباند اللي كتكون عريضه هكذا كتكون اوندوري كتكون هكذا مضيم مقفيطين. كيلبسوا جليبات بقميصاتهم بحال هكذا، مثلا جلابه وقميص كيكون القميص لتحت مطروز وجليبه من الفوق فيها بيرلاج قنيضره، على حساب كل دابا على حساب كل كليان واشنو كيبغي. بالنسبه للجلابه مخزنيه كتجي مع وحده اللي كتكون ميديوم سمول، اللي عند الكتف نصيحه من عندي ما تلبسش المخزاني، تلبس جلابة سامبل في صالة عغادة عند حد الكتف ديالها، ما تلبس المخزاني. إلا كانت رقيقة راه غيجي معها المخزاني وغيجي معها كل شيء. بالنسبة للطاي اللي كتكون ميديوم مثلا راه كيجيو معها كاع لي طاي.